الدخلة ديال المحطات ريحية. شفتيها عندنا قص بسبابة يا نصو عن 80 ونزيد بلاكيطات نخسر المازوط نزيد طونوبيل نبدل بواط فيتيس ها 80 وتزيد فوتة واحد شوية يعطيوك على 100. لا فضيحة هادي تسمى فضيحة. شكون هذا اللي كيخرج من هاد المحطة الحرارية اللي استعملوها مرة ولا جوج في الشهر؟ شاد الكارثة شاد العابات في علامات التشويه. هذا كتسمى العابات في علامات التشويه. هنا في هاد الطريق رابطة بين العيون وطرفايا هنا كارثة. هذا هو من أوجه العابات في وضع علامة التشويه. هذا يعني في واحد المكان اللي كيدعي يعني اقتصاد الطاقة. هما رازين الناس في الطاقة ورازيننا في المازوط بسبب اللامبالاة ديالو. هذه مسألة كارثية. الدولة خاصها تعاقب المسؤولين عليها اللي وضعوا هاد البلاكارت. واش حنا على كل 100 متر ولا على كل كيلومتر ولا جوج خصنا نبداو نقصوا على واحد الخارجة كيخرج منا جوج ولا ثلاثة في الشهر؟ اش هاد المنكر هذا؟ تركزونا في المازوط وتركزونا في البلاكيطات وتركزونا في الوقت ديالنا وتركزونا في لي بيس ديالنا؟ اش هاد المنكر هذا؟ واش ما كتخططوش؟ واش ما كتفكروش؟ هادي راه كارثة كتسمى. اللي وضعوا هاد البلاكارت خصهم يتعاقبوا ويتحاسبوا. الطريق دايره فحال لوتوت. هو مجهود مزيان ولكن مجهود في نفس الوقت فيه بعض النقائص.